بس انا ما عملتوش نتيجه بعض الخلافات. سيادة الرئيس كلفني بيه والحمد لله حلينا المشكله ونفذنا القناه. المفروض نفتحها في شهر 7، احنا نفتحها في شهر 2 الحمد لله. يعني هيتم الاعلان عن افتتاح قناه شرق بورسعيد؟ هيتم افتتاحها اثناء المطار. هيتم افتتاح القناه اثناء المطار؟ اثناء المطار. نعم. ده معناه ايه؟ معناه انك انت عملت قناه سويس جديده وعملت قناه الثانيه كمان الاثنين في ظرف سنه. مفيش شعب قدر يعمل قناتين. بس انا مش بعمل مبنى، انا بعمل حاجات تاريخيه. نعم. النهارده كانت معدلات النرسك اللي موجوده جوه كان المفروض 2015 دخل 8 مليون حاويه. نتيجه عدم وجود القناه الجانبيه دي دخلت 3.4. انا باخد على كل حاويه فلوس. فبالتالي دخلي قل. انا النهارده بوفر بقى ساعات الانتظار للسفن البحر المفتوح. وان هم يخشوا المينا عن طريق ممر قناه السويس ويخشوا ممر منفرد. انا بزود معدلات بكل السفن الى مينا شرق بورسعيد مش لنفسك. المينا شرق بورسعيد احنا بنمشي فيها ارصفه دلوقتي، فعشان نرفع تصنيف المينا نسهل طريق الدخول للايه؟ للمينا والخروج منها. تمام. كل ده هيطرح في المؤتمر. انا شخصيا على المستوى الشخصي عايز اسمع راي المستثمرين في العبور في قناه السويس. لو في عيب عندي لازم اصلحه. يبقى دول نقطتين مهمين جدا. بنشكر حضرتك انك يعني اختصرت قناه النيل الاخبار انه ده هيتم الاعلان عنهم في هذا المؤتمر العالمي. مساله التعرف على ردود افعال المستخدمين للقناه، والنقطه الثانيه وهي الاهم الحقيقه افتتاح قناه شرق بورسعيد خلال المؤتمر ان شاء الله باذن الله. طيب فيما يتعلق بالتفريعات ايضا سياده الفريق، يعني في تفريعه الدفرسوار وفي التمساح والبلاح، هذه التفريعات دورها يكون ايه ايضا خلال المرحله القادمه؟ لا هنناقش انسب استخدام لبحيره التمساح، لان بحيره التمساح دي احنا بنوقف فيها المراكب اللي لو قدر الله حصل فيها اي عطل. انا يهمني جدا ان انا حدي سيشن للدكتور احمد درويش زميلي يعني وصديقي انه يشرح مشروع التنمية وفرص الاستثمار للشركات الملاحية وهي موجودة في المؤتمر. يعني احنا عايزين نستجد المؤتمر كمان ان احنا نشرح فرص الاستثمار في مشروع التنمية في قناة السويس بوجود قمم الملاحة في العالم وقمم المستثمرين في العالم كله. بس اللي هيتولاه بشرح الدكتور احمد درويش. انا مدي فرصة لكل توكيل ملاحي يكون يقوم يتكلم. تمام. وايه رايه بصراحه؟ ومقترحاته. ومش المهم المؤتمر. المهم ما بعد المؤتمر. صحيح. ازاي احنا نترجم الكلام ده كله الى افعال. بالظبط. ونتعلم. وربما افتتاح القناه الجديده اللي هي قناه شرق بورسعيد ده يعتبر فعل. انا واخدهم ان شاء الله اطلع معايا على مركب ويفتحوها. ان شاء الله. عشان اقول لهم خدوا بالكم احنا صادقين في كل كلمه بنقولها. طيب وباقي الموانئ الموجوده ايضا على محور القناه، يعني في ميناء شرق بورسعيد، في ميناء غرب بورسعيد، في موانئ اخرى مثلا زي دول في مشروع التنميه. زي مثلا ميناء السخنه، بور توفيق. بس هما 6 مواني. ثلاثه في الشمال فيهم شرق بورسعيد وغرب بورسعيد وميناء العريش. تمام. وفي الجنوب في ميناء الادبيه وميناء السخنه وميناء الطور. تمام. وفي منطقتين صناعيتين ابو ثلاثه اللي هي شمال غرب خليج السويس ووادي تكنولوجيا والأبطره شرق. تمام. انت في ميزه كبيره جدا، انت مش بتبدأي من نقطة الصفر. القناة دي موجودة على الأرض. نعم. لكن انت لم تنميها. ولم تحدثيها ولم تستغليها في انك تعملي هب اقتصادي ولوجستي وتجاري وصناعي في المنطقة. نعم. آن الأوان انك انت تستغلي عبقرية الموقع اللي ربنا حباكي. صحيح. بيه. وتخش الكومبيتيشن، الناس كلها حوالينا جريت. احنا ما جريناش، احنا رجعنا لورا. بس خلاص ننسى الماضي ونفكر في المستقبل، لكن لازم في الماستر بلان بتاع مشروع التنميه كل اللي بقول لحضرتك كله متجمع. المناطق الصناعيه فين؟ المناطق اللوجستيه فين؟ المواني اللي يتم فيها؟ مصادر الطاقه والمياه اللي انت البنيه التحتيه بتاعت المشروع. خلي بالك لو ما فيش طاقه ما حدش هيجي لك. طبعا. خلي بالك يعني الطاقه والمياه دول اساس نجاح اي مشروع. في الماستر بلان محسوب كل صناعه طاقه. هتتوفر ازاي والميه هتتوفر ازاي؟ ولازم يعني اقول لحضرتك حاجه، يعني الصناعه اللي في شرق بورسعيد غير اللي في العين السخنه. ليه؟
طبيعه الارض في شرق بورسعيد طبيعه هشه، يعني اللايت اندستري الصناعات الخفيفه تنفع فيها، طبيعه التربه في العين السخنه طبيعه صلبه، الصناعات الثقيله تنفع في العين السخنه. كل ده الدرس ازاي دول قطبين المشروع شرق بورسعيد والعين السخنه، نعم ازاي تنميهم، وده ياخد اتجاه الجنوب وده ياخد اتجاه الشمال، تعملي لي كونكشن بينهم وتخدمي عليهم بالمواني الثانيه وبالمناطق الصناعيه هتملكي العالم. مشروع قناة بورسعيد اللي هيتم افتتاحها ان شاء الله في المؤتمر العالمي اللي خلال ايام قليلة، القطاع الخاص هيكون ليها دور يا فندم الى جانب الدولة ايضا؟ هو القناة دي كانت التزام على الحكومة المصرية، نعم، وليس على القطاع الخاص. حصل خلاف ما بين الحكومة المصرية وشركة نيرسك، تدخلنا وحلينا الخلاف ده، نعم، وكان لنا ارض عندهم خدناها ورجعناها للدولة والتزمنا ان احنا نحفظ. انا القناه دي بالنسبه لي عباره عن فلوس، اللي هيعدي فيها هيدفع ايه؟ عائد يخش خزانه الدوله طبعا المصريه، لكن القطاع الخاص لم يشترك فيها خالص. لم يشترك فيها خالص. والمشروعات المقرره غير مشروع قناه بورسعيد شرق بورسعيد، هيبقى في اي دور للقطاع الخاص الى جانب الدوله؟ لازم ان شاء الله. ليه؟ لأن دي مشاريع متنوعة ومفيش حد بتاع كل حاجة، خلاص بياخد الأرض بحق الانتفاع ويستثمر فيها وبتديله فترة معينة، لو لم يستثمر تسحبي منه ليه الأرض، لأن في ناس كانت بتاخد الأرض وتسقحها وتبيعها، لا الكلام ده مش هيحصل تاني. في مشروع معين بتقدم دراسة الجدوى بتاعته والدراسة الفنية بتاعته تقبل تبدأ التنفيذ وعندك فترة معينة، لو ما نفذتش تسحب منك الأرض وتدفع غرامة. إذا هنا هنرجع حاجة مهمة أوي، القانون واحترام القانون. صحيح. طيب جاي خليني إن أنا أختتم هذا الحوار مع حضرتك بجزئيتين سيادة الفريق. أول جزئية هي التحديات الحقيقية اللي بتواجه حضرتك حتى هذه اللحظة أمام المشروعات اللي لسه لغاية دلوقتي بتنفذ فيما يتعلق طبعا بتنمية قناة السويس، والنقطة الثانية هي عايزة حضرتك توجه رسالة إلى المصريين عموما، إزاي من الممكن أن يتم تنفيذ مشروع بحجم هذا المشروع الكبير، المشروع العملاق طبعا قناة السويس الجديدة. بص، التحديات أنا بالنسبة لي اللي بعاني منها الشباب. الشباب الشباب لما لقيتش فرصة العمل يفقد الأمل، صحيح، وقد يتحول إلى اتجاه ضد الدولة. وعلى هذا الأساس الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما في كل خطاباته الحقيقة دائما ما يوجه حديثه إلى الشباب، وبيحث مؤسسات الدولة إن هي تستوعب الشباب بشكل كبير، لأن الشباب بيمثل 60% من التعداد السكاني. صحيح. لازم كل مؤسسة تلتزم بتعيين نسبة من الشباب، لازم تفتح مزارع ومناطق زراعية جماعية للشباب وتملك لهم الأراضي وتوفر لهم البنية التحتية بتاعتهم. دي رسالة حضرتك لمؤسسات الدولة. رسالة حضرتك للمصريين وللشباب بشكل خاص. رسالة المصريين من خلال هذا المشروع، انتوا أكفأ شعب وأقدر شعب على تحدي المعجزات. شوفوا قناة السويس دي كانت مقفولة على 8 سنين، مقفولة وسيناء كانت محتلة، رجعت سينا وشغلت قناة السويس وبنيت السد العالي وأجدادكم حفروا قناة السويس الأولى. إحنا شعب قوي جدا، بس نسيبنا بقى من الماضي وننظر إلى المستقبل. طبعا طول ما أنت بتبص لورا ما تقدرش تمشي لقدامك. إحنا معانا رئيس ربنا أكرمنا بيه وبيعشق تراب هذا الوطن. صحيح. وإنسان وطني من الدرجة الأولى، وهدفه إنماء الوطن لسعده، وللإعلام برضه، وأنا يعني بثق في الإعلاميين كلهم، وفيهم ناس أصدقائي جدا، وإنهم عليهم دور كبير جدا في دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري للأمام. إحنا محتاجين اللي يزق، محتاجين معاول البناء، معاول البناء وليس معاول الإيه؟ الهدم. نعم. إن في ناس عايزة تهدم مصر، وإحنا مصر
حصل حوالينا كلنا ولم نهدم.